هذا يقول: هل يجوز لي الخروج من مكة إلى التنعيم لعمل عمرة أخرى؟ نقول: يا أخي لا، بقائك في مكة أفضل من خروجك للعمرة. بقائك في مكة في المسجد الحرام، الصلاة الواحدة عن 100,000 صلاة، تلاوة القرآن في المسجد الحرام، الاعتكاف، الطواف بالبيت، هذه عبادات عظيمة أفضل من العمرة. ويجوز أنك تروح وتجيب عمرة، لكن تركت ما هو أفضل. أن تريد الأجر تبقى في المسجد الحرام أفضل لك من الذهاب للإتيان بعمرة.